السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نكمل في شرح الإدارة والقيادة في التمريض. واليوم موضوع حلو جدا جدا جدا، بيحكي عن الكوميونيكيشن. احنا خدنا الكوميونيكيشن سيستم، وش هو الكوميونيكيشن، تمام؟ اليوم هنحكي عن الوركينج وذ فيزيشن، العمل مع الأطباء. اليوم هنحكي بشكل خاص عن الكوميونيكيشن بيننا كناس احنا وبين الأطباء. Communication with the medical staff، التواصل والاتصال مع الفريق الطبي، وهو أصعب شيء ممكن يواجه الممرض، تمام؟ قال لي communication with the medical staff، التواصل مع الفريق الطبي is often difficult، ممكن أسوأ وأصعب شيء هو التواصل مع الفريق الطبي. For mean for the nurse manager، فصعب على مدير التمريض التواصل مع اللي هو الفريق الطبي. Because ليش؟ of nature of physician nurse relationship، بسبب طبيعة العلاقة بين الناس والممرض، انه بين الناس والطبيب. الطبيب يقول لك انا كبير وانا دكتور وانا وهذا انت بالنهاية ممرض، تمام؟ فهذا الكلام غلط. لا، احنا الاثنين علاقتنا علاقة تشارك، علاقة تعاونية، في انه نوصل quality of care للمريض. انا معي بكالوريوس، هو معه بكالوريوس، انا معه ماجستير، هو معه ماجستير، ولكن اختلاف تخصصات. زي واحد مثلا مدرس بكالوريوس، وواحد بكالوريوس في الطب، وواحد بكالوريوس تمريض، كله معه بكالوريوس، معه جامعه، شهاده جامعه. في النهايه احنا ما فيش حد احسن من حد، هو له مهامه وله وظائفه الخاصه، واحنا لنا مهامنا وظائفنا الخاصه، تمام؟ لكن ينظر الينا وينظر للتمريض من ناحيه الاطباء ومن ناحيه الناس، انه هذا الطبيب دكتور هو اللي فوق، هو الاوردر، هو اللي بيحكي وبأمر، وانت ممرض بقول لك انت خدام. لا، هذا الكلام غلط، وهذا الكلام انا واجهته لما سجلت تمريض. حتى يعني كثير من اصحاب الوالد اطباء كانوا يحكوا لا، وليش تمريضه وبيخدموا الاطباء وخدمين عند الدكاتره وكلام، هذا كله اللي في ناس مقتنعه فيه. لكن هي بالنهايه علاقه ايش؟ علاقه تشاركيه، وبتلاقي يعني علاقه محبه كبيره ان شاء الله. فقال لي في صعوبه بين الناس مانجر والطب بسبب العلاقه الفيزيشن نيرس ريليشن شيب، اللي هي مخلي عنها صورة سيئة بشكل عام في المجتمع. قال لي الفيزيشن اند نيرس بينظر كأنه انه الفيزيشن هو السوبيريور والنيرس هو السبوردينيت، انه الطبيب هو الرئيس، هو اللي بيحكي وبقول، والنيرس هو لا سبوردينيت، موظف عادي، انا بأمرك طبيب وكذا. وهذا الكلام غلط. قال لي كمان في عندنا مشكله الجندر، انه الاطباء قلنا في ميل ذكور، وفي الناس في ميل، هذا ايضا تعتبر مشكله في الكوميونيكيشن صعبه. قال لك ان توديز اليوم الناس مانجرز، مدير التمريض او رئيس القسم، ار رول مودلز، هو القدوه الحسنه، اند ليدرز، القائد، فور استابليشينج نيرس فيزيشن ريليشن شيب ان ذير يونت. اليوم رئيس القسم المدير هو القدوة الحسنة، وهو القائد في انه يعمل بناء لعلاقة بين الطبيب والممرض في القسم تبعه، يعمل علاقة جيدة، علاقة تعاونية، علاقة محبة، انه فيش حد اكبر من حد، انت طبيب وانا ممرض، انت لك شغلك وانا الي شغلي، تحترمني وبحترمك، تمام؟ لازم هذا الكلام. مين قدوة انا عندي؟ رئيس القسم في تعامل مع الاطباء والكوميونيكيشن وكذا، هو الليدر، انه يبني علاقة بين الناس والطبيب، تكون علاقة جيدة. قال لي to support a greater collaboration، عشان ندعم علاقة تعاونية جيدة بين الناس والفيزيشن، وإن نحسن البرودكت، إنتاج النيرسينج سيرفايفز، خدمات التمريض للكلاينت كير. كل ما كانت العلاقة جيدة، كل ما استفاد منها كمان مين؟ المريض. أوكي؟ طيب نيجي لبعض الاستراتيجيات التي تدعم هذه العلاقة بين النيرس والفيزيشن. قال لي the following الآتي استراتيجيات are offered، نعرضها عليكم عشان هذه الاستراتيجيات بتدعم التعاون بين الفيزيشن والنيرس، تمام؟ حلوين ومهمين جدا لو احنا طبقناهم. قال لي اول واحدة واهم واحدة يمكن in today's اليوم competitive healthcare ماركت بليس، يعني سألنا اللي هو الطب والكير أكثر تعقيد وكذا. It is necessary to view the physician، من الضروري أنت كنيرس، تمام؟ هي المهم. It is necessary، مهمة جدا، من الضروري أنه أنت view، تنظر للفيزيشن الطبيب as nursing service cost ايش كاستمر، يعني تنظر للطبيب زيه زي المريض، مثل ما المريض بيحتاج خدماتك انت كناس، بيحتاج الخدمات التمريضيه، ايضا الطبيب بيحتاج الخدمات التمريضيه. في بسمع دائما انا مقوله مشهوره، انه في المستشفى الطبيب هو عقل المستشفى، لكن الممرض هو قلب المستشفى.
تمام. ممكن البيشنت في المستشفى يموت، عقله يموت لكن قلبه شغال. هل بقدر اعيش بدون قلب؟ لا، لكن بقدر اعيش بدون دماغ. بعيش، لكن صح عيشة مش العيشة وميت وكذا، لكن بعيش بقلب. لو مات الدماغ عادي بكمل بقدر يعيش، لكن لو مات القلب بموت. واذا النيرس هم الكارد، هو الهارت للهوسبيتال، لكن الفيزيشن هو المايند. تمام اوكي. اذا انا بدي انظر، من الضروري اني انظر للطبيب انه هو از ايش، از نيرسينج سيرفيس كوستيومر، كمستهلك لخدمات التمريض، انه هو محتاج خدمتي. تمام، انك تعتبر الطبيب من محتاجي الخدمه التمريضيه، زيه زي المريض. طبيب بدون تمريض ما بيقدر يعمل شيء. هل بيقدر الطبيب يلف مرور ويعمل عمليات ويعمل كانيولات وابر ومحاليل وادويه و ونسن كير؟ بيقدرش. فطبيب بدون مرض زي اللي هو البيشنت بعقل بدون قلب. تمام. طيب إذا الأولى أنظر للطبيب كأنه بيحتاج خدمات تمريضية. اثنين، استبدش بناء كولابوريتيف براكتكس، يعني مهارات وأشياء تعاونية. أبني أنا كوميت. الكوميت هذه عبارة عن لجنة، أنت كنيس كمدير قسم اعمل لجنة. هاي اللجنة في قسمك أنت كومبوز، تتكون من إكوال ممبرشيب، من أعضاء متساويين اوف نيرس اند فيزيشن. انا في قسم الباطنه عندي مثلا 10 اطباء وعندي 50 ممرض، خذ لك اربع او ثلاث اطباء ثلاث ممرضين، هم لجنه، لجنه في القسم. هاي اللجنه تقعد مع بعض دائما، تتواصل مع بعض، بتشوف مشاكل القسم، كيف احنا كنيرس وخطيب نتواصل مع بعض، نفهم بعض، نلبي افضل شيء للمريض، فاعمل لجنه. فهذا بتحل الايش؟ المشتل بينك. فقال لك انت اعمل كومه لجنه تتكون من اكوايل ممبر شيب، اعضاء متساويين من الممرضين والاطباء. قال لي في هاي اللجنه ان ميتنج، في الاجتماعات، دائما في اجتماعات في هاي اللجنه. تمام، في الاجتماعات ايدنتيفاي بروبلم، حدد المشاكل اللي عندك في القسم، ديفلوب ميوتيولي ساتسفاكتوري سوليوشن، يعني طور ميوتيولي متبادله ساتسفاكتوري ترضي، يعني سلوش الحلول، اعمل حلول متبادله ترضي الطرفين، ترضي الاطباء والممرضين. اند ليرن مور اباوت ايتش اذر، وتعرف على بعض اكثر فاكثر. في هاي الاجتماعات حد المشاكل وطور الحلول تكون متبادله وبترضي الطرفين. اثنين، قال لك انفيسز، ركز على او اكد على السيميلاريتي، الاشياء او اوجه الشبه بينك وبين الطبيب، انه احنا في اثنين هدف مشترك بيننا، ان نوفر جود كير او كواليتي اوف كير للمريض كويسه. فانت قول له ان انت وانا وياك طبيب بدنا احنا نوفر جود كواليتي للمريض، انت في شغلك وانا في شغلي وكذا، فاتفقوا عليها واكدوها والكواليتي اوف كير، فاكد على اوجه التشابه بينكم وفي الرعايه الجيده. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، قال لك انت لما بدك تعمل كوميت لجنه وتقول للاطباء تعالوا نعمل لجنه مشتركه، في اطباء تلاقيهم سلبيين، يقول لك لا انا اعمل لجنه مع ممرضين، ايش بدي فيكم انا؟ لاقي اللجنه ايش الهبل هذا وكذا. فانت هتلاقي اطباء سلبيين، لكن بنفس الوقت هتلاقي اطباء ايجابيين فهمانين، بدهم عن جد يحلوا المشاكل وبدهم يوفروا افضل كواليتي للمريض ومع التمريض، فبالتالي بقول لك اوكي. فانت قال لي ستارت، ابدا مع البوزيتيف فيزيشن، الاطباء الايجابيين الفهمانين اللي راح يتقبلوا فكره نعمل لجنه، هو ويل سبورت، اللي هذول الاطباء البوزيتيف اللي راح يدعم فكره الكوميت اللجنه اند سكسسفول اوت كام، ويطلع بنتائج جيده ممتازه. تمام، فثلاث شغلات لما تبني اللي هو اللجنه تكون متساويه بين الطب والتمريض. قال لك في اللقاءات الاجتماعات حدد المشاكل واطلع بحلول بين الطرفين متبادله، ركز على الاشياء المتشابهه بينك وبين الطب، وابدا مع الفيزيشن البوزيتيف. تمام. طيب ثلاثة، قال لي actively listen، اسمع بشكل جيد and respond، استجيب للphysician compliant، لشكاوى الأطباء as customer complaint، يعني اسمع لشكاوى الأطباء كما إنها شكاوى مرضى. يعني مثل المريض بيقول لك أنا راسي بيجعني تعبان، ليش أنتوا تهتموش فيا؟ أيضا اسمع لشكاوى الأطباء لما يقول لك ليش أنتوا هيك مقصين تمريض، ليش، وين الأدوية، وين علاجه، وين عنايته. فاسمع لشكاوى الأطباء وكأنها شكاوى مرضى، اسمع لهم بشكل جيد واستجيب لهي الشكاوى وتزعلش. أربعة، قال لك stop balming physicians، توقف عن لوم الأطباء for communication problem، ضلكش تلوم الأطباء إنه هم السبب في سوء التواصل، هم متكبرين، هم جاي حالهم، هم كل الدنيا. لا، توقف عن لوم الأطباء في سوء التواصل اللي بينكم. ست، بعدها ايه؟ قال لك build your staffs، ابني فريقك clinical competence، يكونوا فاعلين and credibility عندهم، كفاءة
ومصداقية عشان ايش؟ تأكد انه الصف صديقك هو بريبريشن جاهز، انه نيسيسري تو ميت، انه يلبي احتياجات القسم والمرضى. تخليش الاطباء يقول لك ايش تعمل، اعمل انت مهامك، اعمل وظيفتك وشغلك. اختار فريق يكون فعال وذو كفاءة عالية، عارف ايش شغله، عارف انه المرضى بدهم تشينج بوزيشن، عارف انه المرضى بدهم كير، بدهم كذا، بدهم تغيير شراشف، بدهم نظافة، بدهم انت شغلك، اعرف وين شغلك، علمهم على ادويتهم قبل العمليات بعد العمليات، تخليش الطبيب يعلمك شغلك. فاختار فريق ايش؟ بعناية. بعدين قال لك consider yourself، اعتبر انه انت نفسك yourself والستاف فريقك equal equal ايش؟ بارنترز. شريك لمين؟ للاطباء، للفيزيشن ان هيلث كير. اعتبر نفسك وفريقك انتم متساويين في الشراكه مع الاطباء في ذات في الرعايه مين؟ للمرضى. انتم متساويين، انت وفريقك متساويين في ايش؟ بارنتر، انتم شركاء في العنايه للمريض. بعدين قال لك ريسبكت ذا فيزيشن، احترم الاطباء، احترم الاطباء از بيرسونز، كاشخاص زيه زي اي شخص احترمه انت. وبين قوسين قال لك اكسبت، توقع، اكسبت توقع، مش اكسبكت، عفوا مش اكسبت، اكسبكت توقع ذات ذي ريسبكت، توقع انهم بيحترموك، انت احترمهم كاشخاص. وتوقع لو في الامتحان قال لك في صح وغلط، اكسبت اكسبت غلط، اكسبكت اكسبكت توقع انه هم ايش بيحترموك. بعدك كمان قال لي ايش في كمان؟ قال لي يوز افري opportunity، يعني استغل واستخدم كل فرصه لمين؟ للستاف تبعك، فريقك، كونتاكت، انهم يتواصلوا ويتواصلوا مع الفيزيشن. استغل اي فرصه عشان تزود الكونتاكت، التفاعل والتواصل مع الاطباء بما فيها فريقك في الميتنج، الاجتماعات، في المناسبات وكذا. شجع مشاركه فريقك، وين في لقاء بالاطباء والتمريض تشجع عشان نزيد التواصل والمحبه بينه وبين الاطباء. قال لي بين قوسين ريمبر، تذكر ذات ليميتد انتراكشن، التفاعل القليل والمحدود مع الاطباء كونتريبيوت، بيساهم بور كوميونيكيشن. كل ما كان التفاعل بيننا والاتصال مع بعض كبير، كل ما كان عندنا جود كوميونيكيشن، كل ما كان التفاعل بور ضعيف، كل ما كان بور كوميونيكيشن. فشجع اللي هو التفاعل والاتصال بين الناس، فريقك وبين الاطباء. بعدين قال لي سيرف از رول موديل، انت اشتغل كرول مودلز، كقدوه حسنه تو يور ستاف، لفريقك في التمريض. اعمل كقدوه حسنه لفريقك في النيرس فيزيشن ريليشن شيب، لما يشوف رئيس القسم بتعامل كعلاقه حلوه بينه وبين الاطباء تعاملوا زيك، فانت تكون قدوه حسنه في النيرس فيزيشن ريليشن شيب. والاخير قال لك سبورت، ادعم يور ستاف، فريقك ان بارتيسيبيتنج، ادعم فريقك في المستشفى وقسمك، اعضاء القسم، انهم كولابوريتيف ايفورت، في يشاركوا في الجهود التعاونيه من خلال الكلام والاكشن. كلامهم بالاطباء يكون حلو وتعاوني، وبين الاكشن اي مناسبات داخل المستشفى خارج المستشفى يكونوا بيشاركوا فيها. فهي ايش؟ استراتيجيات نحسن الكوميونيكيشن مع الاطباء. الاولى قال لك كان مهم تشوف الطبيب كانه هو محتاج خدمتك، بعدين قال لك ابدا اعمل انت لجنه، واللجنه اعمل احكي فيها المشاكل واكد على اوجه التشاوه، وابدا بالبوزيتيف فيزيشن، اسمع بشكل جيد واستجيب لشكوى الاطباء، توقف عن لوم الاطباء عن سوء التواصل، ابني فريقك يكون فريقك فعال وذو كفاءه ومصداقيه، اعتبر انت، خليك تتذكر انه انت وفريقك شركاء مع الاطباء في رعايه المرضى، احترم الاطباء وتوقع انهم بيحترموك، واستغل كل فرصه في الاتصال والمشاركه مع الاطباء، وانه كل ما كان جود انتر اكشن، كل ما كان جود كوميونيكيشن، وانت كون كرول مود، القدوه حسنه لفريقك في النيرس فيزيشن ريليشن شيب، وادعم فريقك انه يشارك في الكولابوريتيف ايفورت من خلال ووردز الكلام او الاكشنز. هذه الاستراتيجيات في التعامل بين الاطباء والناس. نيجي للكوميونيكيشن وذ difficult people. في هنا communication، خلصنا هناك التواصل بين الناس والفيزيشن، هنا communication مع difficult people. هنا بيحكي عن difficult people سواء كانوا مرضى أو خاصة بشكل أخص موظفين عندك في القسم. هنا قلنا بين التمريض والطب، هنا بين رئيس القسم وبين الموظفين اللي عنده. فبتلاقي في القسم عندك difficult people، ناس صعبين، تمام؟ قال لك هذول الناس require special communication skills، بدهم مهارات خاصة في التواصل in order to deal with some personality، عشان تتعامل مع بعض الشخصيات. زي مين هذول الشخصيات؟ في عندنا شخصية تكون هوستايل، موظف عندك في القسم هوستايل، هذا عدواني بالايد، يعني عدواني بالايد، ايده قبل لسانه بتشتغل. الاجريسيف، عدواني بالكلام، بتكلم مخبص في الكلام، ما بعرفش ايش بيحكي.
انسان وسخ وبيجرح وكذا. الكومبلينج اللي بيشكو ضل يشكو، انا حاطين علي طول اليوم، يعني ايش بيحمد ايش بضل ايش طول اليوم يشكي، وانا عاملين علي ومسوين وكذا. في النيجاتيف السلبي، كل شيء عنده سلبي. في عندك الان ريسبونسيف العنيد اللي بيستجيبش الك، بيعملش حاجه وعنيد. والاوفرلي نايس اللطيف جدا اللي لسانه حلو، اللي حي من تحت التبن، هذا اخطرهم لسانه حلو ما بيعملش شيء، بيضحك عليك كلمتين هو ما بيعملش ولا حاجه. تمام، كيف نتعامل معهم؟ قال لي سبيشال تشالنج. مين هم اذن؟ الديفيكالت بيبول، الهوستايل عدواني بالايد، اجريسيف بالكلام، كومبليننج بيشكو، نيجاتيف، ان ريسبونسيف، او اوفرلي نايس لطيف جدا. قال لي سبيشال تشالنج فور نيرس، يعني تحديات جديده وخاصه للتمريض، انه البيرسون اللي بيبدو مع الشخص اللي بيبدو انه هو ميك كونفليكت، اللي هو بيعمل لك صراعات، اللي هو ديفيكالت بيرسون. شخص كيف تتعامل انت مع الاشخاص اللي هم بيصنعوا المشاكل، اللي هم صعبين، اللي هم بيكون هوستايل، اجريسيف، كومبليننج، نيجاتيف، ان ريسبونسيف، اوفرلي نايس. قال لي اف ذا ديفيكالت بيرسون، لو الديفيكالت بيرسون هذا كان كلاينت مريض او كلاينت فاميلي من عائله المريض، قال لك هذا سلكت اختار نيرسينج دايجنوست ان هو ان افكتيف كوبينج، صعب التعامل معاه، مش قادر اتعامل انا معاه، والى ابدا ساعده انه يحسن يعني ديل افكتيف مع هاي الحاله وهيلث ان سيتويشن، وتعامل معاه واستجيب له ثيرابيوتيك رول او ثيرابيوتيك ريليشن شيب. لو كان الديفيكالت بيبول هذا او البيرسون هو عباره عن مريض او من عائله المريض، تعامل معاه من خلال نيرسينج دايجنوستس ان افكتيف كوبينج، وابدا معاه نيرس او ثيرابيوتيك ريليشن شيب، علاقه علاجيه بتحله. اوكي، لكن لو كان موظف عندك ما بنفع معاه ثيرابيوتيك ريليشن شيب، بده ايش؟ انا مانجيريال ريليشن شيب، علاقه اداريه. فقال لي انا بط از نيرس مانجر، كمدير تمريض، ات از نوت ابروبريت، مش مناسب الك تتعامل معهم مع الممرضين ثيرابيوتيك ريليشن شيب. قال لي مش مناسب نات ابروبريت انك انت تدخل مع بثيرابيوتيك رول مع فريقك، لا بدك تتعامل معهم مانجيريال ريليشن شيب راذر ذان ثيرابيوتيك. بدل ما تتعامل معهم بعلاقه علاجيه، لا تتعامل معهم كعلاقه اداريه، واستجيب لهم وتعامل معهم بالقانون. هذا كيف تتعامل مع الناس الديفيكالت. قال لي هنا بعض البرنسبل المبادئ ان ديلينج في التعامل مع الديفيكالت بيرسون، ما هي بعض يعني هنا عندك برنسبل المبادئ كيف تتعامل مع الديفيكالت بيرسون، وبشكل خاص بقصد هنا كموظفين مانجيريال ريليشن شيب، علاقه اداريه. قال لي اول شيء لو عندك واحد في القسم، اكيد عندك في القسم الا تلاقي واحد سيء، واحد او اثنين سيئين. قال لي ريمبر يو ار، هذه اهم وحده، ريمبر انه انت مانجيريال تو ذا ستاف نوت ذير نيرس، تذكر انه انت مدير القسم وانت مش موظف عادي. تمام، انت مدير في القسم مش موظف عادي، مانجيريال تو، مانجيريال تو ذا ستاف نوت ذير نيرس، انت مدير للفريق ولست موظف، انت موظف للمرضى ومدير للموظفين. تمام، هذا اول جمله، تذكر انت المدير. اثنين، ايدنتيفاي ان اكسبتابل بيهيفير اند ميك نوت اوف ات، حدد السلوك المش مقبول واعمل عليه ملاحظة فورا، اكتب ملاحظة انه فلان فلان عمل سلوك مش مقبول اليوم وبلغه سلوك كذا مش مقبول. identify حدد unacceptable behavior و make note of it. ثلاثة، provide immediate feedback، فورا اعطي فيدباك، لو اي واحد من عندك من القسم عمل سلوك مش مرغوب اعطي فيدباك، قول له تعال انت عملت غلط. الفيدباك كان على البيهيفير تبعه، السلوك تبعه سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف، يعني عندي شخص سلبي عمل سلوك سلبي، فورا فيدباك له على الشيء السلبي، وايضا مش بس على السلبيات، على الايجابيات فورا، والله انت ممتاز هيك كذا، اعطيه جود فيدباك immediate لو كان عمل شيء بوزيتيف، مش بس على النيجاتيف لا، وايضا على البوزيتيف. اربعه هنا، قال لي اف البيهيفير هذا كونتينيوينج نيجاتيف، لو السلوك هذا ظل نيجاتيف، انا عملت فيدباك وحددت المش مقبول وتعاملت معك كمدير واستمر السلوك النيجاتيف هذا او السلوك اللي كان كونفليكت بين الصراع ومشاكل في القسم، قال لي دو ديسيبلينري كونسلنج، اعمل او استخدم الاستشاره، مين؟ التاديبيه، استشير رئيس الاعلى منك شويه وعشان تعمل استشاره تاديبيه وتادب هذا الشخص. خمسه، بي كونستانت اند بيزيستنس، خليك انت ثابت ومستمر، ضلك دائما اعطيه فيدباك كل يوم، لو تاخر لو شيء سلبي كل يوم تزهقش، تمام؟ خليك كونستانت ثابت ومستمر، تتكسلش عنه ولا يوم، كل يوم اعطي فيدباك فورا بعد اي مشكله اعطي فيدباك. سته، سيكيور سوبر فيزور كونسلنج، اسعى انك تستشير مين؟ مسؤولك، سوبر فيزور كونسليشن
تمام، استشير مسؤولك على البروبلم هنا ويور بلان خطتك عشان تحل هاي المشكله. ليش تستشير اكبر منك؟ عشان لو انت اتخذت قرار بكره وراك دخل واسطه يكون اكبر منك معاه علم، وايش ما تنحرجش وتعطي قرارك ايش بقوه وفيش رجع عنه. تمام. 7 اف بروبلم نوت كوركتد، لو هاي المشكله او السلوك ما تصلحتش استخدم الستاندرد بروسيجر الاجراءات القياسيه والقانونيه عشان تو ريكومندد ترمينيشن، عشان توصي بانهاء او فصل هذا الشخص. فاذا مبادئ التعامل مع ديفيكالت بيرسون، اول شيء تذكر انت مدير مش ممرض عادي، حدد السلوك مش مقبول واكتب عليه نوت ملاحظه واعمل عليه فورا، اعطي فيدباك للسلوك سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف. لو السلوك هذا ما تعدلش تمام، اعمل ايش اللي هو ديسيبلينري كونسلنج، وخليك دائما كونستانت وبيزيستنس في عمل الفيدباك وانك تحاول تحل المشكله، ما تتكاسلش، واسعى انك تاخذ السوبر فيزور كونسليشن على المشكله وتعطيه خطتك لحل هاي المشكله. واخر شيء لو المشكله استمرت استخدم الستاندرد بروسيجر عشان تعمل ريكومند ترمينيشن، توصل بالانهاء. ويعطيكم الف عافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.